هعمل لكم شوربه المنستروني اللي بالجبن. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي 4 فصوص ثوم مفرومين، عندي طبعا زيت زيتون، عندي واحده بطاطس متقطعه مكعبات صغيره، 2 بطاطا متقطعه برده مكعبات صغيره، 2 جزر متقطع مكعبات صغيره، بصل احمر، 1 عود كرفس متقطع صغير، معلقه صلصه طماطم، 1 عود روزماري فريش، هزمه بقدونس، هزمه نعناع اخضر فريش، ورق لورا، كوب مرقه، 1/2 كوباية مكرونه صغيره، ممكن طبعا نوع المكرونه زي ما تحبوا زي ما تفضلوه، وعندي اخر حاجه جبنه بارميجان مبشور. فهحط زيت زيتون في حله سخنه جدا، وهنزل الخضار الاول بتاعي بالترتيب كده، هنزل البصل وهنزل معاه الجزر والكرات، وهقلبها هشغلها على نار عالية، هنزل دلوقتي عليهم الملح والفلفل، بالترتيب كده. ده اكتر انواع خضار بتاخد وقت في استوى، البصل والكرات والجزر هما اللي نزلتهم الاول، وبعدين هبتدي بقى انزل بقيه انواع الخضار اللي ما بتاخدش وقت قوي في استوى. البطاطس دلوقتي فاضل لنا كده البطاطا والثوم، اكتر حاجات مش هتاخد وقت وهتدي كمان طعم حلو قوي. البطاطا هتدي طعم مسكر حلو قوي للشوربه، وفايده طبعا اكيد. الخضار بتاعي كده جاهز، ابتدى يتكرمل ويدي ريحه حلوه قوي، هنزل عليه بقيه الخضار. هنزل دلوقتي البطاطا، هنزل الثوم المفروم، والروزماري، هدي بقى تقليبه كويسه برضو، وفيه بقيه الخضار برضو يخش شويه يكرمل معاه. انا شغاله على نار عاليه عشان كده، انا مش عايزاه يخش في السوا اكتر منه، عايزاه ياخد لون حلو ويسكر. ريحة الروزماري معاه تحفه، عايزه اقول لكم ريحة الروزماري مع الثوم بالزيت فوق الخضار بتدي ليه حلو قوي. نزل دلوقتي عليهم ورق اللورا، نجيب تقليبه برضه معاها، وبعدين هنزل الصلصه كمان تاخد تحميره مع الخضار كله، الخضار ياخد من طعمها. هنزل بقى دلوقتي المرقه، نحط المرقه، وهنزل عليها بالعصير الطماطم الفريش والميه السخنه، وكمان عصير الطماطم الفريش، هقلب كل ده مع بعضه. لو حسيتوا انها تقيله شويه زودوا الميه، انا هعمل كده لان انا لسه هحط المكرونه عشان تستوي فيها، هزود شويه ميه كمان، طبعا الميه مغليه مع المرق، مع المرق اللي انا حطيته. نزل بقى دلوقتي عليهم كمان المكرونه اخر حاجه، وهغطيهم مكرونه، وشويه كمان من الجبنه المبشوره اللي انا هحطها على الوش دي، 1/2 الكميه تقريبا هحطها جوه الشوربه. اكتر حاجه هتدي طعم حلو قوي للشوربه. هغطي على الشوربه بتاعتي واسيبها تستوي، هتاخد تقريبا 1/3 ساعه. تعالوا بقى نكملها مع بعض اخر حاجات هنعملها. عايزه ازود
اول حاجه البقدونس، ممكن نزود اي خضره عندنا بس تدي لون اخضر حلو وفي نفس الوقت تدي قيمه غذائيه برده للشوربه. هنزل البقدونس اللي عندي كله، ممكن نستعمل لو تحبوا مثلا سبانخ، ممكن كزبره خضراء.